ماشي دابا عاد عرفنا احنا الذهب والفضه والنحاس. لا من نعم الانسان عرف الذهب من اللي خلقه الله، عرف الذهب وعرف الحديد وعرف الالومنيوم وعرف هذه الاشياء منذ خلقه الله. فلماذا اعطى اهميه للذهب اكثر من الفضه، والفضه اكثر من النحاس، والنحاس اكثر من المعادن الاخرى؟ ليس الان بالمختبرات فاشياء اخرى. عليا واحد الوقت كانت الفضه احسن من الذهب، واحد الوقت كانت الفضه، وحتى في العصر الاسلامي الفضه كانت اتمن واحسن من الذهب. نعم، لأن الفضة ليست لديها سمومية والإشعاع ديال المانيتيزم هذا المغناطيس بنفس هذا، بمعنى أن الرجال من اللي يحملوا اللي كيزينوا بالذهب يكون الجسم ديالهم مغناطيس مخشوش يتغنطس أكثر من المرأة. المرأة لا، الذهب ما يضرهاش، الرجال الذهب يضرهم من الناحية العلمية، ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الذهب على الرجال. حرمه. النحاس بالعكس ممكن العيالات والرجال ياخذوا خلخال ديال النحاس في يديهم. علاش؟ وحديد يكون احسن، لان النحاس ملي كنديروه في اليد اليسرى فهو كيجبد هذيك الهاله والمغناطيس لان جهه القلب. حيت كنشوف بعض الرجال عندهم نعم الان خصهم هاد القطعه ديال النحاس خاصها تكون في اليد اليسرى هذه الان، وعلى الاقل خاتم ديال اقلها خاتم نحاس. نعم يدار في الاسبوع. علاش؟ لانه كيجر هذاك المانيتيزم على القلب وكيجر المانيتيزم على الجسم. جيد. اكثر من ذلك نزيدوا ندقوا، المنطقه ديال مكه ما فيهاش مغناطيس، فيها مغناطيس قليل جدا. القطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول، من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول وما يمرضوش. نعم لأن هذه هي المنطقة اللي خلق الله المغناطيس ديالها والإشعاع ديالها قليل، والقطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. إحنا إلى قارنا روسنا مثلا مع مكة بعدش بزاف 3 ساعات في الطائرة، يعني إحنا عندنا مغناطيس كثير منهم. لكن الآن مع يقلب الناموس الكوني أن الآن الأمراض في العربية السعودية وفي دول الخليج كلها يعني حول مكة ولا حتى الشام يعني كله، هذه الدول عندها الآن أمراض أكثر من أمريكا لأنها لم تحترم الناموس الكوني الذي خلقه الله لهذه المنطقة. ولذلك في النصائح اللي أعطيت الحجاج أنا قلت بأنه ما يتناولوش اللحم في مكة، ما الأحسن لا يتناولوا لحم لماذا؟ لأنه مسافر مضطرب عصبيا، وأن مكة جوها ثقيل ويجب أن يشرب ماء ويأكل تمر وشعير فقط. فهذه الأشياء ما نبقاوش حنا ناخذوا يعني من منطقة ضيقة، من واحد زاوية ضيقة، ونقولوا بأن نعم هذه. فالإنسان عرف الحلبة وعرف الحلبة بأنها مفيدة، والحلبة هي الآن مفيدة وزكت العلوم، وأن الإنسان كان ذكي، وأن الله سبحانه وتعالى خلق ناموسا كونيا، وأنه علم الإنسان كيف يعيش، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هذا علم آدم داخل فيها كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش في هذا الكون. الإنسان البدائي كان أذكى وكان أقرب للطبيعة من إنسان الآن. فالإنسان ما كان عنده ذيك الساعة على طبيب ولا مستشفيات ولا تشي حاجة، كان يعيش في الطبيعة، كان يعيش في الطبيعة، كان يحفظ الطبيعة جيدا ويعرف الأشياء التي تنفع والأشياء التي تنفع. يعني كان يعتمد على الإيتيولوجيا، يعني بحال يمكن حيوانات الآن هي الآن تنحى نفس المنحنى. أعطيك مثال بسيط جدا. كان عرفوا أن هذوك الفئران الجيردانات الفئران ما كي علاش الشركات اللي كتصنع السموم ديال الفئران عندها مشكل؟ لان الفئران كيزيدوا واحد ياكل، الا مات ما كياكلوش، الا بقى حي عاد كياكلوا الفئر الاخر. انا فئران تجارب. ولذلك عمدت لا 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 الله سبحانه وتعالى اعطاه برمجه في الجسم ديالو هكذا. ديك المجتمع ديال الفئران الله سبحانه وتعالى نظموا على هذا الشكل، لأنهم تمام خلقين، وكل اللي تقول لك عندهم مساوئ في الطبيعة هما عندهم منافع في الطبيعة عليهم. ولكن ليس هناك مخلوق شيء، مخلوق عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. لا يمكن شيء مخلوق عبث، ولا العقرب السوداء ولا أي شيء، ولا حتى الصراصير، ليس هناك شيء مخلوق عبث. غير العلم مازال ما وصلش الأهمية ديال هذيك الأشياء. ومن جملة هذه الأشياء كما قلت لك، ليه ما انت الآن الناس كلهم كيتكلموا على الحلبة وعلى الحب والكتان وعلى السانوج وعلى لماذا؟ أنا لماذا؟ لأن الإنسان عاش واحد الفترة ديال من بعد الاستعمار إلى الآن فترة كاذبة سوداء، أنه اعتمد على العلم 100%. نعم فترة سوداء كالحة، لأن الإنسان ابتعد من الطبيعة، وأن الإنسان مشى بواحد السرعة ديال العلوم وديال التقدم التكنولوجي يعني مفرطة، أنه الآن أصابته كوارث طبيعية. يعني منها 50% اللي كيموتوا بأمراض القلب والشرايين. علاش؟ لأن كانوا كينصحوا الناس ياكلوا اللحوم، لما كانوش الحمراء متخلفين، من اللي بداو ياكلوا اللحوم 50% كيموتوا بأمراض القلب والشرايين. هذا ليس تقدم، هذا ليست حضارة.
الحضارة هي الحضارة الإسلامية العربية التي وصلت إلى الأندلس، لعلموا الناس كيفاش يغرسوا الزيتون الرومان وعلموا كيفاش يعيشوا. ولكن هذا لا يذكر في التاريخ، هم يذكرون تاريخهم نحن لا نذكر تاريخنا. يعني هما ملي كيبغيو يذكروا المسلمين كيقولوا الغزات، وهنا يعني العلماء ديالنا يعني ماشي التدوين، احنا الناس اللي كيكتبوا ما دوقنوش، هذا هو المشكل اللي عندنا، مشكل التدوين، الكارثه ديال العالم العربي هو التدوين، ما كيدوقنوش هذا الكلام اللي كنقولوا الان. انا لو غير هذا الكلام كان مدون وكان في كتب لكان بهر وبهض العالم الغربي. هذه المجموعه ديال الفئره الان الشركات كيعملوا صنعوا واحد السم ما كيقتلش مباشره، كيقتل على 10 سوايع باش الفئران كلهم يكونوا خاضوه، من اللي غادي يموتوا يموتوا دفعه واحده. هذه فهنا هذا يعني هذا التنظيم الله سبحانه وتعالى اللي خلقه في الجسم، ولا هذا التنظيم، هذا الانسان كان في المجموعه ديالو، وليس انسان بدائي، يعني بدائي فيما يخص التاريخ وليس بدائي فيما يخص العقل. انا لا اقول بدائي من الناحيه العقليه، انما بدائي من الناحيه ديال التاريخ، لان الفتره رقم 0 ولا 1، وحنا دابا الفقره ان اللي كنسمعوا يعني. فهذا فقط، ما هو كان ذكي وكان انسان يعني عجيب. فهذا الانسان ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظه، ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظه. الان احنا واش كنشوفوا الطبيعه؟ كاين علماء الان في امريكا ازدادوا في المدينه في واشنطن وفي نيويورك وفي سان فرانسيسكو، ما عمرهم لمسوا التراب ولا راوا الباديه، ومع ذلك علماء الان يعملون في المختبرات والمراكز العلميه والان يستمع لهم الناس. فعلا. هذا الشخص لا راى نمله ولا راى بعوضه ولا راى حيوانا في حياته. هذا هو الغريب، غريب الامر. ليس كل من معه شهاده دكتور باحث، هذا، وليس يعني كل من معه شهاده دكتور عالم، لان هناك اشياء توحى من الله سبحانه وتعالى، وهنا علماء يعني قاموا بتكوين انفسهم، هو تكون نفسه وحفظ الاشياء هكذا. الى خدينا مثلا غير الاطفال ديال الباديه، هل هذا الطفل محتاج لموسوعه علميه في التلفزيون؟ لا يحتاج موسوعه علميه، لانه يرى الحشرات ويرى الازهار ويرى النبات ويرى الاشجار، كيعرف الفصول، كيشوف النجوم في السماء، كيشوف القمر امتى كيطلع وامتى كيروح، كيشوف الاشياء، الاصوات ديال الحيوانات، الضفادع في الليل، الاصوات ديال الحيوانات في الليل ومع الصباح، يعني موسوعه كيشوفها بعينه كيعيشها، هذا لا يحتاج موسوعه. هذا ثم هذا الطفل اللي في المدينه، الطفل في المدينه واخا نعملوا له موسوعات فلن يفهم شيء الا لما يكون وسط الطبيعه.